سمينة لحد الحين أشوف نفسي سمينة. يا سيارة بني جينا من دا اليوم جيت لكم فيديو جديد وفيديو رح يكون عن الدايت الخاص فيني. كثير منكم على الانستغرام سألوني كيف نحفت وكيف خسرت وزن بهذا السرعة. طبعا ما كان هذا السرعة، كان في وقت يعني حاولت انه اصبر على نفسي، حاولت انه اعتمد وجبة غذاء معين، نظام غذاء معين عشان ابدأ فيه، فبدأت فيه وساعدني جدا 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 انه اخسر وزن. وحاليا حابة اوريكم شكل جسمي. هذا هو معدتي، كان اهم شيء التركيز على المعدة اكثر شيء، لانه كثير بنات يحبوا انه يكون خصرهم نحيف ويكون صغير الى حد ما عشان يقدر يلبس فيها الملابس اللي يبغوه ويكون شكله أنيق بنفس الوقت. قبل ما أبدأ الفيديو لا تنسوا تعملوا لي اشتراك على القناة، وكمان تشاركوني وتابعوني على الانستغرام، وكمان تابعوني على التيك توك لأني أنزل فيها فيديوهات على التيك توك. لا تنسوا تشتركوا في قناة نارين وقناة تاسم، تعمل ميك اب خاص باللغة الكورية، فياريت تروحوا تتابعوا، بحط لكم رابطهم في صندوق الوصف. في الدايت حقتي أو النظام الصحي اللي أنا سويته، إني تركت العشاء. العشاء هذا هو اللي هو ما يفيد الجسم، وكمان يساعد انه جسمك ياخذ دهون زيادة، غير كذا انه كمان يعطيك كرش، يعني كل ما تتعشى وبعدين تنام او ما تتحرك بعدها هذا مرة يعطي لك كرش معدة كبيرة، فهذا الشيء مرة غلط. اللي هي اتباع طريقة بالاكل، اللي هو انه انا ما اكل وجبة كاملة، ما أكل أبداً أي وجبة كاملة، دائماً أعتمد أنه أخذ حاجات من الوجبة، حتى لو جلست في جلسة وفي وجبات بس أخذ الأكلة لقمة لقمتين زي كذا وخلاص وأشبع منه. هذا الشيء يساعد أنه أنت خلاص يعني تحس، ما عاد تحس بجوع زي قبل، ما تحس بأنك تبغى تأكل، ما تحس أنه لازم تأكل لين يشبع بطنك، لين ما تحس أنه أنت معدتي توجعني ما أقدر أتحرك. هذا الشيء غلط، لازم تتبع هذا النظام. الفطور دايما يكون بالنسبة لي شوفان مع حليب بودر حقة القهوة، ودايما أشرب قهوة، ومشروبي الصباحي يكون مشروب أخضر فواكه مثلجة. لو أنتوا عندكم أي سوبر ماركت وحابين تحتفظوا بالفواكه عشان ما يخرب عليك، اشتروا فواكه مثلجة وتحطوها بالفريزر، وتكونوا تأخذوا منها كمية وتحطوا عليها سبانخ أو تحطوا عليها ملفوف، أي حاجة خضراء تعصروها مع بعض وتشربوها. وكمان لازم كل صباح تشربوا حليب الصويا لأنه مفيد للبشرة ومفيد للجسم، ويساعدك عشان تحس بالشبع، وكمان ما يسمن ولا شيء بس يعطيك طاقة. طبعا في ناس تتحرك وتحس انه ما في اي نتيجة ايجابية لحركتهم، رغم انهم يتحركوا ساعات 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 ويتريضوا وما اعرف ايش، هذا ما بيفيد، لانه رجولك كله تعود على شكل جسمك يعني وزنه العادي. انا طبعا اتبع شيء ثاني، انه انا احط اثقال في رجولي، فهذه الأثقال مرة تساعدني في الحركة، لما أتحرك أكثر تساعدني، ومنه قوت سرعتي. الصراحة كنت أنا مرة بطيئة فساعدني في تقوية سرعتي وصرت أسرع أكثر شيء، وصرت لما أخلع هذاك الشيء أحس أني فراشة طائرة وأتحرك بكثير، ودائما أقوم أسوي هذا الشيء كل صباح عشان يعطيني طاقة وأخرج من الطاقة السلبية. والحركة تساعد الإنسان أنه خلاص يخرج كل طاقته السلبية، فإذا أنت عندك حجر أو صعب عليك الطلعة حاول أنك تسوي هذا الشيء داخل البيت، ممكن تلف على بيتكم زي كذا، فهذا الشيء ممكن يساعدكم، أو تعملوا رقصة خاصة، ترقصوا تتعلموا أي رقصة، زومبا ما زومبا، فهذا الشيء ممكن يساعدكم إنكم تخسروا وزن ويشد جسمكم من غير أي رياضة، من غير أي رياضة تتعبوا نفسكم وتجهدوا نفسكم بالنهاية ترموا الرياضة أو تملوا من الرياضة وتحسوا إنه مرة متعب وما تقدروا عليه. أولاً تبدأوا بهذا الشيء، فهذا الشيء ممكن يساعدكم يزيدكم نشاط أكثر، ممكن بعدها إذا حابين تبدأوا رياضة تقدروا تبدأوا رياضة، فاتبعوا هذا النظام. أنا الصراحة مو شخص
قوي أو مختص في أمور الدايت والرياضة، بس أنا أقول لكم الحاجة اللي أنا اتبعته في حياتي. طبعا طرقي ما هي طرق كبيرة أو حاجات واو وما أدري إيش. في الوقت اللي أنا خسرت فيه الوزن ما كان وقت قصير، كان وقت طويل. فلازم تصبر على نفسك ولازم يعني تنتظر النتيجة بعد وقت، لأنه الشيء اللي يجي بفترة قصيرة يروح بسرعة، لكن لما يجي مع فترة يعني طويلة يتعود جسمك، خلاص يكون له نظام خاص، يعني معدتك تتعود، تقدر تخدع جسمك، تقدر تخدع عقلك إنه لازم يكون له نظام غير اللي هو تعود عليه. فانت كذا تعمل نظام خاص لجسمك، كل انسان يقدر يسويه. انا طبعا ما تبعت لا رياضات ولا اتبعت هذيك الدايتات وما اعرف ايش، ولا حرمت نفسي من شيء، قعدت اكل كل حاجه بس بطريقه خفيفه، يعني ما حرمت نفسي من اي شيء. فهذا الشيء يساعد انه جسمك او عقلك تحسسه انه ما يحتاج شيء، تحسسه انه خلاص اخذ كل اللي يبغاه، فهذا الشيء يساعدك. وكمان النصيحة الاخيرة، انكم تحبوا جسمكم مثل ما هو، مثل ما هو تحبوا جسمكم، بس في حاجات تقولي لازم هذا يبغى له تعديل شوية من جسمكم. انا صراحة انا اشوف نفسي صراحة سمينة، لحد الحين اشوف نفسي سمينة، والوزن اللي اتمنى اوصل له هو وزن 40، وخلوكم تدعموني اكثر واكثر عشان اوصل ل 40. هذا حلمي، حلمي حلمي انه اوصل 40 من السنه الاولى. طبعا ما قدرت اوصل فيه، وكنت اطلع وزن وانزل، ازيد وزن وانزل، ازيد وزن وانزل، فحاليا وصلت الى وزن ثابت اللي هو 47، وكنت اقل منه وبعدين ارجع ازيد وأنقص. فحاليا الوزن عندي قاعد يرجع وينقص، بس الطريقة المناسبة إنه ما أخلي الوزن يثبت على وزن، إنه أحط أثقال في رجولي وأبدأ أتحرك وأجري شوية، يعني بداية أبدأ مشي لمدة أسبوع، بعدين أجري حبة حبة لما أقدر أخسر وزن أو أتخلص من الوزن الزايد اللي عندي. فهذا الشيء رح يساعدني انه خلص من وزن. فانا هذا الفيديو ما عملته كفيديو مرة نصايح وزي كذا، بس حبيت انه يكون بعد غياب طويل، اكيد انتم حاسين بخيبة امل مني، بس صارت لي قصص انه خلاني اسيب القناة، وقلت لكم انه انا ما نزل شيء الا لو انا حابة اسويه. فهذا الشيء كان مرة كنت كسولة، كنت مرة عندي حالة اكتئاب. هذه الصراحة السنة مرة كل ما أحاول إنه أخرج من الطاقة السلبية بس أرجع له من جديد. فإن شاء الله راح أحاول أغير هذه العادة أو أغير هذا الاكتئاب، وإن شاء الله أنزل لكم كل يوم على القناة. فإذا حبيت الفيديو أنا متأكد إنه مرة بسيط، على إنه المفروض على رجعتي إنه لازم يتطور الفيديوهات حقتي، بس إذا حبيتوا ياريت تحطوا لي كومنتات، وإذا ما حبيتوا ياريت كمان تحطوا لي كومنتات، وياريت تعملوا لي لايك على القناة، تشتركوا بقناتي، وياريت تتابعوني على انستغرام لأني نزل فيه شغلات كثيرة.